السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس أحمد. بعون الله في هذه السلسلة التعليمية سوف أشرح لكم المنهج الليبي لمادة الرياضيات، وبعون الله حتى مادة الفيزياء وغيرها من المواد. طبعا نبدأ بكتاب صف ثالثة ثانوي. كتاب صف ثالث ثانوي لمادة الرياضيات. الرياضيات أول درس فيها هو المتبينات، أول درس فيها اللي هو المتبينات. المتبينات هي عبارة عن شني؟ يعني لما نرسم متباينة على خط الأعداد، خط الأعداد احنا كيف ما نعرفه؟ يتكون من أعداد موجبة ومن أعداد سالبة، وينتصفها الصفر. يعني صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى آخره. بينما الأرقام من جهة سالبة هي سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة إلى ما لا نهاية، يعني سالب خمسة، سالب ستة، سالب سبعة. والموجبة اللي هو واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية إلى آخره. لو طلب منك إنك ترسم المتباينة سين أكبر من واحد على خط الأعداد هذا، لما تكون أكبر من فقط من غير يساوي، معناها تكون النقطة اللي بتدير تحدد بها تكون على هيئة دائرة مفتوحة، يعني دائرة مفتوحة إلى ما لا نهاية. هذه رسم متباينة سين أكبر من واحد. بينما طبعا نشرح من كتاب متاع تلتة ثانوي. بينما لو يقول لك دير أشرح سين أصغر من ثلاثة، ترسم بهذه الكيفية. ترسم خط الأعداد صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، وهنا طبعا سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة. قال لك سين أصغر من ثلاثة، معناها من سالب من قز أصغر من ثلاثة، نديرو دائرة مفتوحة ونمشوا بها إلى ما لا نهاية بالقيمة السالبة. هذه بالنسبة لرسم سين أكبر من واحد كيف موجود فوق، وسين أصغر من ثلاثة بهذه الكيفية. كويس. تاني شيء أعطيك مثال تاني اللي هو سين أكبر من أو تساوي سالب واحد. كيف نرسموها سين أكبر من أو تساوي سالب واحد؟ اللي هي نرسمه خط أعداد، والخط مش واضح كويس، يعني الخطط مش كويس لنا. طبعا زي ما قلنا منتصفها صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة إلى ما لا نهاية، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة إلى ما لا نهاية. بينما لما يقول لك سين أكبر من أو تساوي سالب واحد، معناه نديره دائرة مغلقة، سين أكبر من أو تساوي سالب واحد، نديره في سالب واحد، هذه دائرة مغلقة، أكبر من أو تساوي سالب واحد، معناها أكبر منها أو تساويها، يعني سالب واحد من ضمن هذه المتباينة، نديره دائرة مغلقة كما قلنا، أكبر منها إلى ما لا نهاية. كويس. المثال اللي بعده قال لك سين أصغر من أو تساوي ثلاثة. سين أصغر من أو تساوي ثلاثة، نرسمه خط أعداد قيم موجبة وسالبة، صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، وهنا طبعا سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة. سين أصغر من أو تساوي سالب ثلاثة، معناها أصغر منها، يعني بيمشي في القيم السالبة، يعني أصغر من ثلاثة، يعني ثلاثة، اثنين، واحد، سالب واحد، اثنين إلى ما لا نهاية. هيك ترسم المتباينة سين أصغر من أو تساوي ثلاثة. نأخذ مثال من راسي، يعني سين أكبر من أو تساوي سالب واحد، هذا مش موجود في الكتاب، أنا جبته من راسي. نرسم خط الأعداد قيم موجبة وسالبة،
قلنا سين أكبر من أو تساوي سالب واحد، معناها نديرو دائرة مغلقة، أكبر من سالب واحد معناها يمشي بالكبير، يعني واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية، وطبعا سالب واحد من بين هذه المتباينة. سالب واحد قلنا شني؟ من بين هذه المتباينة. كويس؟ إذا قال لك ارسم لي المتباينة سين أكبر من سالب ثلاثة، البطارية قريب التميم تاع تليفون لكن إن شاء الله غير بس سدنا الشحن. سين أكبر من سالب ثلاثة وأصغر من الواحد. قال لك احصر لي المتباينة سين اللي هي أكبر من سالب ثلاثة وأصغر من الواحد. نرسم المتباينة، قيم موجبة صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة إلى ما لا نهاية. قال لك السين أكبر من سالب ثلاثة، هذه سالب ثلاثة، وأصغر من الواحد، هذه الواحد، معناها سين تنحصر بين شين وشين، بين سالب واحد وسالب اثنين وسالب واحد وصفر، بينما الواحد وسالب ثلاثة غير موجودات في المتباينة. يعني سين أكبر من سالب ثلاثة أكبر منها وأصغر من الواحد، يعني محصورة المتباينة بين السالب اثنين والسالب واحد والصفر. هذه بالنسبة للمتباينة. هذه الخطاط يعلم في الورقة، فأنا نحاول نجيب حاجة نكتب عليها باش ما خربش الورق، ونحاول في الشرح الثاني بإذن الله حنضبط أموري كويس خير من المرة هذه. كويس، توا عندنا سين أكبر من أو تساوي سالب اثنين أصغر من أو تساوي ثلاثة. نرسم خط الأعداد، قيم موجبة وسالبة، هذا صفر هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذه أربعة، هنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة. سين أكبر من أو تساوي سالب اثنين، أكبر من أو تساوي معناها دائرة مغلقة من سالب اثنين، وأصغر من أو تساوي ثلاثة، وأصغر من أو تساوي ثلاثة دائرة مغلقة حتى هي، إذا من هنا لعند هنا. مفهوم إن شاء الله؟ يعني أكبر من أو تساوي سالب اثنين وأصغر من أو تساوي ثلاثة، معناها محصورة بين الثلاثة والسالب اثنين، يعني هذا كله. كويس، توا قال لك في التمرين الأول، تمرين واحد ألف، قال لك ثلاثة حط العلامة بينها بين اثنين، من أكبر ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة أكبر من اثنين. ثاني مثال، ثلاثة مربع سالب اثنين، عندنا ثلاثة أكيد أكبر من سالب اثنين، هذه ثلاثة اللي يجي على اليمين عدد موجب، بين العش على الشمال عدد سالب، وإلى آخره، يعني نفس طريقة الأمثلة. يعني هذا بالنسبة لتمرين واحد. بالنسبة لتمرين اثنين عندك سين أكبر من الواحد، مثلها لي على خط الأعداد. نرسم خط أعداد، هذا صفر هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة، وهنا طبعا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة، نرسمه هيك. قال لك مثل لي السين أكبر من الواحد، مثل لي شني؟ مثل لي السين أكبر من الواحد، معناها نديرو دائرة مفتوحة لأن أكبر من بس، لو كان أكبر من أو تساوي نديرو دائرة مغلقة، بينما لما تكون سين أكبر من الواحد نديرو دائرة مفتوحة وأكبر من الواحد تمشي إلى ما لا نهاية. هذه رسم الشكل هو. ناخذ مثال ثاني من تمرين اثنين، سين أصغر من تسعة، نرسم خط أعداد، فرضا هنا صفر هنا خمسة هنا تسعة، بعدين يجي بعد عشرة، وهنا طبعا ثمانية سبعة ستة، وهنا تكملهم كيف ما تكملهم انت، ثلاثة اثنين واحد، يعني خط لديك سين أصغر من تسعة نديرو دائرة مفتوحة وأصغر منها إلى ما لا نهاية. ما تنساش تكتب شوية من الأعداد السالبة، سالب اثنين سالب ثلاثة وما إلى ذلك. هذه بالنسبة لرسمة الشكل هذا. تمرين ثلاثة عندك سين، طبعا هو باب سهل، فأنا حنشرحه على السريع،
حنشحها على السريع بش ما نعطلوش فيه وقت هلبة يعني، بش نكمل معاكم إن شاء الله الدروس إلى نهاية الكتاب. سين أصغر من أو تساوي 6، مثل لي سين أصغر من أو تساوي 6. نرسم خط الأعداد 0 1 2 3 4 5 6، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 إلى ما لا نهاية. أصغر من أو تساوي معناها دائرة مغلقة، وأصغر منها أو تساوي إلى ما لا نهاية، هيك مثل تاني على خط الأعداد. المثال الرابع وآخر مثال في الجزئية الأولى من المتباينات، ناخذ عليها مثالين. سين فرضا أكبر من أو تساوي سالب 1، وأصغر من أو تساوي 1. نرسم خط أعداد، هذا 0 هذا 1 هذا 2، مش محتاج أكثر من 2 لأن عندنا 1 هنا، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 إلى ما لا نهاية، هنا 3 4 كملها كيف ما تبي تكملها أنت. سين أصغر من أو تساوي 1، أصغر من أو تساوي 1 معناها دائرة مغلقة، وأكبر من أو تساوي عفوا سين أصغر من أو تساوي 1، هذه الواحد أصغر من أو تساوي 1، والسين أكبر من أو تساوي سالب 1، هذه سالب 1. إذا سين نعودها من جديد لأن أنا شردت شوية في التفكير، سين أكبر من أو تساوي سالب 1 يعني أكبر من سال أكبر من أو تساوي سالب 1 مع دائرة مغلقة، وأصغر من أو تساوي 1 وهذه الواحد، لاحظ هذه سالب 1 هذه 1، ونوصله الشكل متاعي. التمرين اللي بعده، إذا كانت سين أكبر من أو تساوي سالب 3 وأصغر من 4، نرسم خط الأعداد، هنا 0 1 2 3 4 5، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 إلى ما لا نهاية. نرسم خط الأعداد، سين أكبر من أو أكبر من أو تساوي سالب 3، هذه سالب 3 أكبر من أو تساويها، وأصغر من 4، هذه 4 طبعا دائرة مفتوحة نرسموها لأن أصغر من فقط، لاحظ أصغر من تأخذ هذه، وأكبر من أو تساوي تأخذ هذه الدائرة، ركز فيها ركز فيها كويس هذه، ونرسمه ونوصله بين الخطين، يعني سين محصورة بين القيم هذه. ناخذ مثالين ثانيات، إذا كانت سين أكبر من أو تساوي 5 وأصغر من أو تساوي 6، نرسموها على خط الأعداد، نبي هنا 0 نبي هنا 1 2 3 4 5 6 7. لاحظ رسمت الأعداد الموجب، رسمت الأعداد السالبة لأن مفيش أي عدد سالب هنا، قال لك سين أكبر من أو تساوي 5، نديرو دائرة مغلقة، أكبر من أو تساوي 5، وأصغر من أو تساوي 6، حتى هي دائرة مغلقة، ونوصل بيناتهم، هذه هي المتباينة. آخر مثال بالنسبة للجزئية هذه، سين أصغر من أو تساوي سالب 2 وأكبر من سالب 8، هذا التمرين ح في الكتاب المدرسي. نرسم المتباينة، 0 ندير 0 هنا، خلينا ندير 0 هنا، هنا 0 1 هنا، فيش عدد موجبة 2 3، هنا ندير سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 سالب 7 سالب 8 سالب 9. سين أصغر من أو تساوي سالب 2 معناها نديرو دائرة مغلقة لسالب 2، وأكبر من سالب 8، هذه سالب 8 دائرة مفتوحة، إذا هذه هي المتباينة متاعنا. هذا بالنسبة لشرح الجزئية الأولى من كتاب المدرسي اللي هي المتباينات على خط الأعداد. نتمنى منكم فهمتوا معي الدرس، هو درس بسيط وسهل، حنمشوا لتمارين تاني ان شاء الله بعون الله.
لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب في القناة، وكذلك عمل لايك لكي يصلك الجديد من دروسنا. منكم مني لكم أحلى تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.